يجسد الشخصية اللي على الورق دي على قد فهمه وخبراته وتجاربه. في ناس بترجع لمصادر أو سورس أو حاجة، واضح إن أنت بترجع ل حسب الشخصية. يعني في ساعات حاجات اوريدي انا عندي مشكله مرعبه، يعني مراتي في الاول حتى كانت فاكراني بستهبل، يعني اللي هو عشان اقدر ابص براحتي، مش قصدي، انا غصب عني عندي فكره الكابتشرنج طول ما انا ماشي. انا لو ماشي في الشارع لقيت واحد او واحده عامل حاله ماشيه غريبه، لبس غريب، بيتكلم بطريقه، يعني حتى لو شفت خناقه في الشارع الناس بتتكلم بطريقه غريبه، ممكن اركن وافضل قاعد لغايه ما تخلص. انا مش قصدي، انا فعلا بحب اتفرج على ده. يمكن ساعات انا عندي شويه كتابه من زمان فغاوي برضو اكتب حاجات، فببقى بتفرج على الكاركترز دي فتبقى مستفزه جدا بالنسبه لي. ففي ساعات يجيلي شخصيه مثلا ممكن اخد حركه من حركات مثلا اللي شفتها بالصدفه في حد مثلا في الشارع، او بالصدفه في قاعده مع حد من اصحابنا، عادي جدا ممكن يبقى عنده حركه، عنده لازمه، عنده لازمه في الكلام، في الالفاظ، لازمه في البودي لانجوج، لازمه في اي حاجه. في ساعات بقى حاجات زي الاستاذ حافظ كنت لازم ارجع. ليه؟ لان انا عارف ان انا بعد ما اخلص مفيش شيوخ كده ومفيش حد كده، لا حضرتك اهو لازم يبقى عندي مرجع رسمي متشاف ان في ناس بتعمل كده. انا مش بايدها ومش ببروزها، انا بقول ان انا ده المصدر بتاعي في ان في ناس بالفعل كانوا بيكرهونا وينفرونا من الدين بالمنظر ده. نفس ما خلي بالك اللي انا بقوله لك ده برضه انا واخده منه، يعني غصبا عني في حاجات باخدها منه، في حاجات هو كان، هو طبعا اكتر مني بكتير في فكره انه بيشوف ويتابع وبتاع، ومخزونه اكبر من مخزوني بكتير جدا، انه اتبهدل اكتر مني بكتير واتمرمط اكتر مني بكتير وشاف اكتر مني بكتير. فكان عنده دي، يعني ابويا مثلا هو قالها حتى، مش بقول حاجه سر، من اصعب الشخصيات اللي مرت عليه، اللي ما كانش لاقي لها ريفرنس، مش لاقي لها حاجه يعرف ياخد منها. يعني هو ساعات مثلا مش لاقي حاجه بعينها ياخد منها، فبيقدر يجمع من كذا حاجه فيعمل كاركتر. فدي الفكره. هو دايما حتى كان بيقول لي انا صعب اتقلد، لان انا شخصيا بقلد، يعني انا باخد من روح حاجه تانية، فصعب اتقلد، صعب يبقى مونولوجيست او حد ياخد منه الا كاركتر مثلا شيخ حسني بتاع الحاجات دي. اصعب الشخصيات اللي هو مر بيها ما كانش لاقي لها ملكه عبد الملك زرزور، دي كانت كارثيه، دي كانت يعني دي قعدنا نتكلم فيها شهور مش لاقي لها شكل، احلق له زيرو، اسيبه بيتكلم ازاي، بيتكلم بالراحه، بيتكلم بسرعه، يعني لغايه ما كان وصل لعبد الملك زرزور محمود عبد العزيز كان لسه بيقلق بيدور وبيذاكر بالاجتهاد ده. محمود عبد العزيز في واقعه حصلت، انا كنت ماسك شغل ابويا في الفتره دي، كلمني في التليفون الساعه 5 الصبح نازل رايح التصوير. اول يوم انا ما حضرتوش، او يعني انا كنت بروح اللي هو معاه وقت ما يعوزني. قال لي انا مش مبسوط. قلت له ليه؟ قال لي حاسس ان انا اوفر، صورت امبارح حاسس ان الكاركتر هربان مني وحاسس ان انا مش مظبوط. قلت له طب تمام انا جاي مع حضرتك. رحت يوم ما رحت كان بيصور المشهد الاولاني بتاع هو والسقا اللي هو انا حياتك تاني، اللي هو بدايه ظهور زرزور في الحكايه. صوروا المشهد، دخلنا الاوضه عنده، قلت له تمام يا ريس انا تصبح على خير بقى اروح انام. قال لي بقول لك الان، بقول لك مش عارف ايه، قلت له ما انا تمام، ما انا طالما بقول لك اروح انام يبقى حضرتك تمام، فبوس ايدك لو ده اوفر وقلقك خليك قلقان واوفر، يعني لو انت شايف ان ده اوفر ومش حلو هو تمام كده خليك زي ما انت. قال لي يا سلام، قلت له اه يا سلام جدا. بعد ما خلص الفيلم ونزل بقى بيبص لي ويضحك، يعني هو كان في لازمه كده بينا اللي هو خلاص مش لازم، عرفنا انك بتفهم، خلصنا. فهو لغايه اخر لحظه هو نفسه كان بيقول ده، عنده فكره التخوف، عنده فكره ان هو اي حاجه داخلها جديده بالنسبه له كانه بيبدا من اول وجديد. واضح ان الثقه اللي كانت موجوده بينكم كبيره، وده اللي خلى كمان ان هو يشتغل معاك كتير كمنتج. كمنتج انا يمكن كنت بكتبها يعني كل مكان يقرر انه احنا اشتغلنا مع بعض 3 اعمال، فكل مكان يوافق على حاجه احنا بنقدمها كنت بكتب قد ايه انا مبسوط، فكره ان هو بيجدد ثقته في الشركه او بيجدد ثقته فينا. يعني دي برده مش سهله، خلي بالك ان بدايه الموضوع اصلا مش سهل، يعني انا كنت دايما متخوف من الفكره، كنت دايما ما حاولتش اصلا اعملها لغايه ما بدانا انا وريمون، انا كنت بعمل شركه لوحدي وريمون شركه لوحده وطول عمرنا اصحاب،
فقلنا واي نوت نجمع الشركتين، وبدل ما انت تعمل ميديوم بادجت وانا ميديوم بادجت، تعالى ندخل مع بعض نعمل حاجه كبيره مع بعض. ففي النص جت سيره ان احنا ننتج لابويا. قلت له لا. ليه؟ قلت له انا ما في الوقت الحالي لازم انتج الاول لوحدي، عشان لما ادخل ما بقاش داخل اخد من رصيد ابويا او داخل اسند عليه. انا عايز اما اعمل لابويا حاجه تبقى تتحط في المكتبه جنب اخواتها، ما تبقاش حاجه عملها عشاني ومش وانا عارف ان هو مش هيعملها اصلا. وفي الميتنجز اللي حصلت بينا قالها لي مباشره، قال لي بص يا ابني انا اديك اي حاجه في الدنيا انت عايزها، اديك عينيا، اديك روحي، اديك فلوس، اديك اللي انت عايزه، حاجه واحده مش هقدر اديها لك انها مش بتاعتي، مش هقدر اديك محمود عبد العزيز، ده مش بتاعي. فده كان الشرط الاساسي والاول في اول ميتنج حصل بينا وبين بعض. قلت له انا مش عايز. انا ما اقدرش اصلا. قلت له انا ما كنتش عايز اعمل ده عشان كده يعني، لذلك ريمون هو اللي اتجرأ ودخل واقنعه بالفكره، لكن غير كده ما كانتش هتحصل. عملنا باب الخلق وريحنا سنه. السنه دي احنا بندور زينا زي شركات انتاج كتير تانية كانت موجوده في الفتره دي، كانت بتبعت له عروض وحاجات، فدايما كان يعجبه حاجه بس ناقصه حته، يعجبه كاركتر بس ناقص مش عارف يعني، كان دايما عنده دي. وكان وارد جدا على فكره انه يطلع بره في اي سنه من السنين دي، ان كان بيتعرض عليه حاجات كتير. بس يمكن انا القربي منه برضو في حاجات بقى.